في الولايات المتحدة التي تحتفل اليوم بعيد العمال، ومن عام إلى آخر يحتفل طبعا العمال بعيدهم ليذكروا أرباب العمل وأصحاب رأس المال بوجودهم كقوة اجتماعية لها مطالب متعددة، ما بين رفع الأجور وتحسين شروط العمل وإعادة التوازن بين العمل ورأس المال. نعم باسل، الاثنين الأول من شهر سبتمبر يعتبر عيد العمال في الولايات المتحدة واعتماده في هذا اليوم، فبدءا من أواخر القرن التاسع عشر ومع نمو النقابات العمالية وحركات العمل، اقترح النقابيون تخصيص يوم للاحتفال بالعمل، فتم الترويج ليوم العمل من ليبر داي من قبل اتحاد العمال المركزي وجمعية فرسان العمل. بالفعل، ومع مناسبة عيد العمال لابد من التطرق لخطة الإنقاذ التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي جاءت بهدف تحريك عجلة الاقتصاد وتجاوز تداعيات أزمة كورونا خاصة على العمال والطبقة الوسطى. إذن دعونا نتعرف الآن على مضمون خطة الإنقاذ الاقتصادي الذي وقعه الرئيس جو بايدن في مارس الماضي. بلغت قيمة خطة الإنقاذ أو ما تسمى بخطة التحفيز الاقتصادي 1.9 تريليون دولار، وهي المرحلة الأولى من الخطة اللي طبعا اعتمدها الرئيس بايدن الخطة الاقتصادية. ويتضمن القانون تقديم دعم مالي مباشر لمرة واحدة بقيمة 1400 دولار لمعظم الأمريكيين، كما تم تمديد منحة استحقاق البطالة الأسبوعية البالغة 300 دولار حتى سبتمبر الجاري. وشهد العام الماضي ارتفاعا بنسبة البطالة بمعدل 6.2% وفقا طبعا لوزارة العمل الأمريكية. ويضم القانون أيضا مخصصات مالية بقيمة 350 مليار دولار، هذه القيمة طبعا كانت للحكومات الأمريكية المختلفة، و130 مليار دولار لإعادة فتح المدارس. وكذلك يضم القانون منح 49 مليار دولار لتوسيع اختبارات وأبحاث كورونا، بالإضافة إلى 14 مليار دولار لتوزيع اللقاحات، وأيضا توفير تغطية التأمين الصحي ل 97% من الأمريكيين. وأيضا رفع 4 تريليون دولار إضافية من الإيرادات الضريبية عن طريق زيادة معدل الضريبة إلى 39.6% وفرض ضرائب على أرباح رأس المال بالمعدلات العادية، ورفع معدل الضريبة للشركات إلى 28%. مايكل شاب في العشرينات يفضل العمل في يوم العمل الذي هو عطلة فيدرالية مدفوعة في الولايات المتحدة يحتفل به تقديرا لجهود وتضحيات العمال في بناء البلد وتنميته. أكثر من 10 دولارات في الساعة أجر يراه مايكل مقبولا. يجب أن تتقاضى نظير العمل الذي تؤديه، بالتأكيد هناك وظائف تدر أكثر من أخرى. بالنسبة لي كلما تجاوزت 10 دولارات للساعة أكون سعيدا. المنتزه الوطني في واشنطن يبدو مزدحما في يوم عيد العمل، وهو فرصة لأمثال مايكل من التجار المتجولين لتحقيق أرباح أكبر أيا كانت ساعات العمل المطلوبة. أحب ما أقوم به ولا يهمني شيء سوى أن أعمل. ربما هناك من يشتكي كثرة ساعات العمل أسبوعيا، لكنني لا أشتكي. حسب إحصاءة رسمية فقد الاقتصاد الأمريكي قرابة 23 مليون وظيفة فور بدء انتشار الوباء في مارس عام 2020، ومع توسع التلقيح ضد الفيروس وعودة فتح الاقتصاد عاد أكثر من 17 مليون عامل إلى وظائفهم، ثم حدث انتعاش غير مسبوق للطلب وفتحت 10 ملايين وظيفة عمل في قطاعات مختلفة وفي غضون أشهر معدودة، وهو ما لم يسبق حدوثه في الولايات المتحدة من قبل، حتى إن النساء تدخلن لإنقاذ الوضع في أحد أكثر القطاعات حاجة لليد العاملة وهو قطاع البناء. نحن نسعى ما استطعنا لإقحام الفتيات للعمل في جميع مجالات قطاع البناء، أريدهم أن يؤدين دورهن وتبنين عالمهن. انتعاش سوق العمل في أمريكا بالرغم من استمرار تأثيرة جائحة كورونا يبطل في نظر كثيرين مطالب البعض باستمرار الحكومة في دفع رواتب أسبوعية للعمال الذين لا يريدون العودة إلى أعمالهم خشية الإصابة بفيروس كورونا.
العمل هو أكثر من مجرد راتب شهري، إنه يتعلق بالاحترام، بالكرامة ومكانة الإنسان في المجتمع. هذه كانت بداية البيان الرسمي الذي أصدره البيت الأبيض الأمريكي بمناسبة عيد العمل الأمريكي، ولكن إدارة الرئيس بايدن وأغلب الديمقراطيين ما زالوا يعملون من أجل إحداث تغييرات في عالم العمل، والتي من بينها الرفع من الحد الأدنى للأجور وخفض عدد ساعات العمل في الأسبوع. عيد العمال في أمريكا هو عيد احتفالي أكثر منه نقابي مطلبي، بالرغم من أن إعلانه أول مرة كان بالتزامن مع النسخة الأوروبية المعروفة في الأول من مايو. خالد بن طويل، الحرة، واشنطن. والحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا الكاتب الصحفي والخبير في الشؤون الأمريكية الأستاذ داود كتاب. صباح الخير عليك. في البداية أستاذ داود، يعني الاثنين الأول من سبتمبر أي اليوم هو عيد العمال في الولايات المتحدة، لو أمكن في البداية أن نتطرق إلى وضع العمال في رأيك الشخصي في أمريكا خلال أزمة كورونا وحتى اليوم. صباح الخير إلى كل المستمعين والمتفرجين. واضح أنه الولايات المتحدة دولة اقتصادية صناعية تنتج الأمور الكثيرة والخدمات الكثيرة، وهذا يؤثر على تشغيل أو يعطي فرص للعمل، لكن هناك تغييرات. يعني نحن بنعرف أنه اليوم الجانب التقني تغير بالناحية الرقمية، وصار في كثير مشاريع رقمية اللي دخلت على خط الإنتاج، فهذا بتطلب نوعا جديدا من التدريب وإلى آخره. ولكن بشكل عام أمريكا لا تزال دولة يعني اقتصادية صناعية منتجة، وهذا يعطي فرص للعمل. طيب خلينا نتكلم هنا عن أرقام البطالة يعني اللي خلقت في الولايات المتحدة بعد زمن كورونا وأزمة كورونا. يعني واضح انه من القطاعات اللي تضررت اكثر شيء القطاعات السياحيه، يعني انه لما الناس صارت تشتغل من البيوت والى اخره بطل يعني او توقفت عمليه السياحه، وبالذات السياحه الداخليه. ونحن بنعرف انه في الولايات المتحده السياحه الداخليه واسعه جدا ولها مليارات الدولارات من الدخل، فالسياحه المطاعم، الفنادق، ديزني لاند، ديزني بارك، كل هدول المحلات الترفيهية كل هذا توقف، وطبعا الطيران كمان توقف، وهذا كله شكل تراجع كبير للدخل للمواطنين. الدولة طبعا الأمريكية تدخلت نوعا ما بتمديد بدل البطالة وعطت يعني منح مباشرة للعائلات، ولكن اقتصاد انضر والعمال انضروا. طيب لو انتقلنا إلى خطة بايدن للتحفيز الاقتصادي، ما الذي أضافته في رأيك للعمال؟ شوف يعني أنا رأيي خطة بايدن كان لها يعني اتجاهين. الاتجاه الأول طبعا أنه ضخ أموال كبيرة في السوق الاقتصادي، وهذا إشي كثير مهم. يعني حتى يشتغل الناس لازم يكون في فرصة للعمل، وشفنا زي ما حكى تقريركم أنه عدد العائدين إلى العمل غير مسبوق في تاريخ أمريكا، يعني 17 مليون اللي رجعوا يشتغلوا، هذا عدد نسبة كثير كبيرة لأول مرة بتحدث بهاي الفترة القصيرة. الجانب الثاني كانت خطة بايدن هو الزيادة الكبيرة في التطعيم. طبعا كان عندهم نظرية وهي نظرية حقيقية وصحيحة، أنه كلما زاد التطعيم كلما توفرت فرص أكثر للعمل، لأنه سيفتح المجال للمطاعم لأنه تفتح والفنادق وإلى آخره، وهذا فعلا الذي حدث. هل هذا كفاية؟ لا يزال طبعا هناك أمور بحاجة إلى دعم أكثر، ولذلك نحن نرى أن هناك خطة أوسع يتم البحث فيها في الكونغرس اليوم على 3.5 مليار دولار ميزانية، وعلى تريليون 3.5 تريليون ميزانية، ومنها تريليون لإعادة بناء الجسور والأنفاق ودعم شبكة الإنترنت وإلى آخره. واحدة من يعني المحاور في خطة الإنقاذ أو التحفيز الاقتصادي كانت عن الضرائب التي فرضت على الشركات الكبرى، كلمنا عنها بتفصيل أكثر من فضلك. يعني
حكومة ترامب خفضت الضرائب للشركات الكبرى من حبزن 32% لحوالي 21%. هذا طبعا قلل من دخل الخزينة الدولة وأعفى الكبار رجال أعمال المليارديه، يعني صاحب أمازون، صاحب كل هاي ما دفعوش ولا فلس ضريبة، يعني ولا دولار ضريبة في السنوات الماضية، وهذا يعني يعتبر يعني غير عادل. لأنه سيد داود المقصد هنا، يعني برأيك هل ستسهم في تقديم الدعم للطبقة العاملة؟ صحيح، يعني أنا كنت أحكي أنه اليوم خطة بايدن هي عبارة عن رفع الضرائب على من يكسب فوق 400,000 دولار، وإبقاء الضرائب المنخفضة اللي أخفضها ترامب على العائلات الفقيرة والعاملة، وهذا يعني أنه هناك لن يتم هناك أي زيادة للضرائب لمن دخله السنوي فوق 400,000. كل هذا طبعا مع رفع الحد الأدنى من الرواتب، وهناك حملة واسعة جدا في الولايات المتحدة لرفع الحد الأدنى بحيث أنه يحصل كل موظف بساعة $15، وطبعا لم يحدث، ولكن هناك دعم كبير لهذا الموضوع. طيب أستاذ داود، يعني اليوم هو عيد العمال في الولايات المتحدة، ولكن ذلك لا يعني أنه لا يمكننا الحديث عن وضع العمال في منطقتنا. كيف تقرأ واقع العمال في دول الشرق الأوسط والمنطقة العربية خلال أزمة كورونا وحتى اليوم؟ يعني وضعنا سيء جدا، وضع العمال سيء، لأنه معظم الدول العربية هي ليست دول منتجة بل دول مستهلكة، فحتى يكون هناك قطاع عمال كبير يجب أن نتحول اقتصادنا إلى اقتصاد منتج. ثانيا يجب أن يكون هناك سماح لإقامة النقابات، نحن نفتقد النقابات العمالية التي تدافع عن حقوق العمال، وهو الأمر الذي تفرضه دول شمولية لا تؤمن بحق العمال ولا توفر لهم الحد الأدنى من إمكانية تشكيل النقابات. الأمر الآخر إنه الحد الأدنى للرواتب منخفض جدا جدا جدا، الأمر الذي يعني يجعل الكثير من المواطنين بما فيهم المرأة العزوف عن العمل والبقاء في البيت، وهذا أمر سيء جدا. وهناك عمالة وافدة تقبل بالرواتب المنخفضة، و المفروض أن يتم رفع الرخص للعمال الوافدة حتى ورفع الأجور. جوانب هذه المعاناة طبعا معاناة أزمة كورونا، وهنا يعني أريد أن أسألك بسرعة، هل تعتقد أنه يمكن الاستعانة بملامح من خطة الرئيس الأمريكي الاقتصادية وتطبيقها في بعض البلدان العربية ولو بصورة مصغرة؟ يعني أنا ما بعتقد كثير في تشابه، لأنه كما قلت أنه أمريكا دولة منتجة ونحن دولة مستهلكة، فخطة بايدن جاءت لدعم العاملين في المؤسسات المختلفة. نحن في المناطق العربية نحن مستهلكين، يعني أنت بدك تيجي تدعم التجار والمستوردين البضائع، ونحن نعم بحاجة إلى دعم العامل حتى تقوى الطبقة الوسطى، الطبقة الوسطى عندنا ضعيفة جدا. نعم، أنا أشكر مداخلتك معنا لهذا النهار الكاتب والصحفي الخبير في الشؤون الأمريكية داود كتاب، شكرا جزيلا لك.